عنوان ديال شكل واحد وشكل جوج، لأن الأحياء هادو من يعني الإحداث ديالو ما كانش عندهم ما يسمى بالخدمات البلدية. 2005 هناك مراسلة للجهات المسؤولة على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي باش تكون هناك خدمات بريدية. دائما كانت الإشكالية ديال أن هناك صعوبات في الخدمات البريدية. في سنة 2007 هناك جمعية على مستوى الشعب الواحد والشعب الجوج قامت بواحد المشروع اللي هو مشروع كبير ديال عنوانات شوارع تنصحوا المشروع مع الجماعة رؤساء الجماعة طايحين كاين كل شيء هنا عندي داريت المغرب على المستوى المحلي على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي. وجاونا هنا عندنا 2011 و2012 وعملوا دراسة ديال شعب واحد والشعب الجوج. وهاد الدراسة هادي يعني عطاونا واحد الفكرة على كل مشروع هو يعني هناك مراسلات ديال البريد المغرب على المستوى المركزي يعني هي المنطق ديالو كلشي ديالو. وكنا يعني كجمعية قدمنا المشروع ديالنا في ليجان ديال الجماعة 2012 مع طبعا القسم ديال اللي كان مسؤول على هذا العنوان اللي كان كيتراسل في ساعات السي نجيب. وهذا المشروع هذا قدمنا كذلك في الدورة ديال يعني عندنا السلعة الدورة ديال يوليوز 2012. قدمنا المشروع هذا اللي كان متكامل في جميع كنا اقترحنا اسماء ديال فقهاء مغاربة كنا حنا وزي اسمر زي اسمر كانوا اقترحوا شخصيات وطنية وشعب واحد وشعب جوج كانوا اقترحوا فقهاء مغاربة زي اسمر طبعا الحركة التسمية كاينة دائما هذا المشروع كان هناك مصادقة بالاجماع على المشروع ديال العنوانة ديال شعب واحد وشعب جوج. وكان هناك مقرر في هذه القصه ديال العنوانه ديال شعب واحد ديال شعب جوج. وجات هنا وعملنا مشروع اخر ديال اننا قمنا بترجمه جميع تلك الفقهاء واعداد يعني تصميم ديال شعب واحد وشعب جوج بجميع الاسماء وقدمناها للوزاره الداخليه. الان اللي كنسول اين هو مآل هذا المقرر هذا اللي خدينا في شعب واحد وشعب جوج؟ ما يمكنناش نجيو خدينا مقرر في 2012 ونجيو ناخذ مقرر اخر. وكان مصادقة عليه تعريف طرف الجامع الجماعة وكانت كتشارك فيه جميع الإدارات عندها علاقة بالعنوان وكيعطونا تاع التجارب ديالهم للمحلية وللجهوية وعلى المستوى الوطني. لهذا فأنا بالنسبة لي أنا تفاجأت من شفت هذه النقطة هذه يعني مبرمجة في حين كنت كننتظر أننا خصنا نبداو في تسمية الشوارع يتعلقوا يعني الأسماء ديال الشوارع حتى كنجي نفكر أن هناك تسمية جديدة يعني هذه يعني تفاجأت في حين أن هناك مقرر فيما يخص شعب واحد وشعب جوج.